اللي في الحياة وكذا شو ده؟ مش تحدد ترجع تاني يكون عصب عظمي ولا بيتير وش كده طبعا هذا بعيد ديال الدولة مش الجر ما يتم التلفيين إلى ذكرتي التلفيين وانت أعرف أنا والله يا بني أنا لما يجر نحتى واحد احنا واعي ما كيف اللي يقدر يجر أنا صدقني نحن ننطلق من قناعاتنا وما يمكن جرنا التجربة لكن الصدر الناس صدقناها من سنين وليس الآن وهو ما تنساش على أن الصدر ميت رأى المحامي الرسمي ديال حسن بن أبي حفص إذا يعرف الله ثم كان له بعد الله عز وجل الفضل الكبير في إقناع الملك لأجل إخراجه على الشيوخ كانت له يد طولة وملك البلاد استجاب له. ما فاتش عرضوا عليكم العدالة أنكم أمنكم الثانية واليوهان؟ لا طبعا هم أصدقاء. يعني وش لو شفتوا هم اللي بديتوا الربانة وهم اللي عرضوا عليكم؟ لا عرضوا عليهم وعرضوا لكن هما مالكية ما يمكنش يعرضوا عليك تشوفوا يشوفوا على أنك طايب شكرا. هما وعرضوا الفضيلة والبيئة هذا هو لكن أثناء إذا في حالة ما إذا أسسنا حزب سيكون حزب تكامل ليس لا يقيم اختلاف طبعاً ولكن يقيم اختلاف تنوع يعني الأشياء التي هناك لا تنسى أن هناك شرائح من الشعب المغربي لم تستقطب لا من قبل عدالة التنمية ولا الأحسن ولا آخر أسيدي نحن نراهن على لما زال معجبون في حتى شي جهه قد اخر سؤال استاذ مرا الفواكه تحفه اخر سؤال واش ما كتعتقد لاحظنا الحمد لله عندك باب مفتوح للجامع في الرباط في طنجة طنجة واش ما كتعتبرش بانه شي كيحاول ينصر الفكر ديالو اخر سؤال واش كيحاول الشيخ الفلاني بهذا الجوالات ديالو في الربانية كيحاول ينصر الفكر ديالو أن نقيم الجولات في الشوارع وكذا ليس من أدبنا بخصوص ما تفضلت به لا تنسى أنا هنا بدعوة من الشباب فإذا دعاني الشباب حيث ما كان أولى بالدعوة من أي جهة؟ من أي جهة لو دعاني الآن الشيوعيين لا نبهي شكرا زيادة الله فيكم